الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى المكان وإلى هذه الفقرة قال واعلم أن البعد منه ملاقي للمادة وهو الحال في الجسم ويمانع مساويه ومنه مفارق تحل فيه الأجسام ويلاقيها بجملتها ويداخلها بحيث ينطبق على بعد المتمكن ويتحد به ولا امتناع لخلوه عن المادة المحقق الطوسي بهذه العبارة يرد على من ينفي المكان يقول العلم الحلي لما فرغ من بيان ماهية المكان وهو المبنى الأفلاطوني شرع في الجواب عن شبهة مقدرة يعني دفع دخل مقدر بقول الحوزويين تورد على كون المكان بعدا من الأبعد. نعم، ثم يأتي بالقضية الشرطية، كيف يتصور المستشكل أو هذا الدخل الإشكال المسألة؟ خذ أنت قطعة من حديد على المبنى المبنى المحقق الطوسي أو أفلاطون. انت الان عندك قطعه حديد على منضده على زجاجه على لا يهم فترفع هذه المنضده خيالك يتخيلها موجوده باقيه وانت رفع رفعت هذه القطعه يتخيلها وبدون ماده هذا الحيز الذي كانت فيه هو المكان لكن يصدق عليه أنه ما كان إذا كانت الحديدة هناك هذا المكان حين التمكن ثم إذا نقلت أنت الحديدة إلى مكان آخر فيه مكان ينتظرها إذا كم مكان فيه مكان إذا انتقلت إلى مكان آخر تأخذ الحديدة من موضعها تضعها في موضع آخر إذا فيه مكان يستقبلها إذا عندنا نوعان من ال المكان المستشكل خلط بين المكانين يقول إذا كانت حديدة هذه الحديدة على مبناكم جاءت واستقرت في حيز من الحيز عندنا حال ومحل أشير إلى نقطة ثم أعيد إلى تقرير الدخل الإشكال دائما في تعاملكم مع كلام المحققين ومع غير المحققين الذين يستشكلون ويعشقون الإشكالات دائما لا تتسرعون في الجواب أرجع دائما إلى مبنى هذا الكلام من أين انطلق لعل الانطلاق هي, الانطلاق هي الخطأ وليس الكلام يعني الكلام خاطئ بتبعي الانطلاقه بتبعي المبنى انظر ماذا يقول صاحب الاشكال يقول عندنا حال ومحل هو حال ومحل حال ومحل حديده واما ان يحلوا فيها المكان او هي تحل المكان حتى تتحيز اذا كم مكان عندنا عندنا مكانها الحال والمكان المحل فيتحد الحال مع المحل الاتحاد يعني فقدان الهوية هوية الحال ألف وهوية هوية المحل ب فإذا اتحد فقدت الهوية وهذا محال وهذا محال المحقق التونسي يفكك بين المكان الخاص بالحديدة والمكان العام الذي تنتقل فيه الحديدة ذاك لا يلزم الاتحاد بالعكس ذاك ظرف ترتكز عليه الحديدة حتى تكون متمكنة ومتحيزة هذا هو الجواب وسوف نفصله مع الإعلام الحلي المشكل أين؟ المشكل أن هذه الجزئيات هذه المسائل لم تكن ناضجة في ذلك الزمن الآن عندنا حيز ثم تأتي الحديدة أه تستقر فيه هذا مكان عرفي نتكلم عن المكان العلمي المكان العلمي هو النحو الحديدة لا له وجود مستقل عن الحديدة حتى هي فيه أو يتحد الحال والمحل هي الحديدة بنحو لأن الحديدة بطبيعتها ممتدة فذلك الامتداد ذلك الامتداد الذي يجعلها تتحيز هو المكان، فالمكان نحو وجود الحديده. وليس هذا المكان العرفي مع الأسف الشديد. أقول لما فرغ من بيان ماهية المكان. خلينا نقرأ المتن حتى يتضح ثم نأتي إلى الشرح. واعلم أن البعد منه، يعني من المكان، ملاقي للمادة. يلاقيها وهو الحال في الجسم. ويمانع مساويه هناك إذا جاءت الحديدة وتمكنت لا يمكن أن يساويه هناك ما في اتحاد لماذا؟ لأن هذا التمكن هذا التمكن هو المكان ليس المكان لوحده بدون تمكن نعم و ويمانع مساويه يعني هناك مستحيل أن عندنا مكان يساويه ثم يأتي ويتحد فيه ومنه مكان آخر مفارق فيه الأجسام يبتعد على الأجسام مثلا أنا بيني وبين الكاميرا في مكان في مكان يقول فيه مفارق مفارق لي ومفارق الكاميرا يمكن أقترب ويمكن أبتعد نعم هذا المكان لا, يض... لا, يمان... لا يمانعني ولا أنا أمانعه يعني يمكنني الاقتراب ويمكنني الابتعاد ومنهم مفارق عن الجسم يعني بعيد عني أنا مفارق عني وعن الكاميرا تحل فيه الأجسام يعني ممكن أقترب أو الكاميرا تقترب ويلاقيها بجملتها ويداخلها نعم في تداخل بحيث ينطبق على بعد المتمكن ويتحد به ولا امتناع لخلوه لخلوه عن المادة لأن ما فيه مادة فراغ نعم أقول لما فرغ من بيان ماهية المكان على المبنى الأفلاطوني ورفض مبنى ارسطو ابن, ابن سينا شرع في الجواب عن شبهة مقدرة تورد على كون المكان بعدا. نعم. وهي أن المكان لو كان قياس استثنائي لو كان هو البعد لزم اجتماع البعدين. البعد الذي جاءت به الحديدة لأنها هي أبعاد. كل جسم أبعاد والذي تحل فيه كم كم بعد؟ بعد الحال والمحل فيلزم الاتحاد يعني الذوبان نعم لو كان هو البعد لازم اجتماع البعدين بعد الحال بعد الحديدة والمحل التي استقرت فيه والتالي محال فالمقدم مثله يعني الاتحاد والاجتماع محال إذا المكان بعد محال بيان الشرطية أن المتمكن يعني الحديد له بعد فإن بقي معا يعني هذا البعد البعد المتمكن مع الحال يعني المحل لازم الاجتماع والاتحاد إذ لا يزيد بعد الحاوي عن حلول المحوي يعني الحاوي هو الحديدة والمحوي هو المكان التي استقرت فيه استقرت فيه الحديدة نعم وإن عدم أحدهما انتفى انتفى المحل مثلا للاتحاد إذا اتحد أمران فإذا انتفى أحدهما ينتفي الاتحاد وينتفي كل شيء وإن عدم أحدهما كان المعدوم حالا في الموجود أو الموجود حال في المعدوم وهو محال وأما بيان استحالة التالي فضرورية لماذا لأن الاتحاد ينفي هوية المكان الأول ومكان الثاني تأتي هوية جديدة ولهذا قال ضروري شهود يعني لما تقدم من امتناع الاتحاد ولأن المعقول من البعد يعني ما نتعقله من البعد الشخصي يعني بعد الحديدة الشخصي إنما هو البعد الذي بين طرفي الحاوي بين طرفي الحاوي يعني الحديدة هي الحاوي للمحوي للمحل البعد الـ المكان هو ماذا؟ هو الاطراف انت دائما اذا ابصرت مثلا شيئا ماديا دائما ذهنك وعقلك اين يذهب؟ يذهب الى الاطراف تقول له آه هذا هو المكان بدليل اذا كنا في حسينيه ونسمع لخطيب وفيه ضيق في المكان نبتعد شويه قليلا حتى يجلس يجلس الثالث بيننا هذا الاتساع يعني نركز على الابعاد اذا الاماكن هي الابعاد ونركز على الاطراف اما نزيد او ننقص هذا هو المعقول ولان المعقول من البعد ماذا نتعقل من البعد الشخصي طبعا الشخصي يعني بعد هذا الحديد هذا النحاس وهذا الكرسي انما هو البعد الذي بين طرفي الحاوي يعني الحاوي الحديده الكرسي بين اطرافه فلو تشكك العقل في تعدده لازم الصفصافه مع ان التعدد موجود يعني الحاوي والمحوي كم اثنان يعني الحديده جاءت واستقرت لا تستقر الا اذا كان هناك فراغ مكان ثم هي تمكنت ببعدها في البعد الثاني فاتحد البعدان والاتحاد مستحيل لماذا لانه يؤدي الى نفي الوحدوية. إذا اتحدنا ذهبت الهوية جاءت هوية جديدة وهي الهوية التي أنتجها الاتحاد. وتقرير الجواب أن البعد ينقسم إلى قسمين. هنا يشير إلى ما قاله المحقق الطوسي في المتن عندنا مكان خاص بالحديدة وعندنا مكان يقع بين الأجسام. يعني بيني وبين الكاميرا. ذاك لا ذاك إذا استقر فيه الجسم، أي جسم لا يلزم الاتحاد بين الحاوي والمحوي، نعم، فهذا هو المكان الذي تستقر فيه الأشياء، أما المكان الخاص للحديدة أو للكرسي أو لأ... أنا الآن جالس في مقابل الكاميرا ما فيه اتحاد، ما فيه اتحاد، حتى يلزم المحال. يقول وتقرير الجواب أن البعد ينقسم إلى قسمين أحدهما بعد مقارن للمادة مقارن للحديدة وحال فيها وهو البعد المقارن للجسم والثاني مفارق للمادة وهو الحاصل بين الأجسام المتباعدة هذه الأماكن الفارغة نعم إذا جاء صديقك في الحسينية يريدني زحمك في مكانك تقول له في أمكنة متعددة لحتى العرف يدرك روح استقر في مكان خاص. والاول يمانع مساويه يعني البعد المقارن للماده ايضا، فلا يجامعه لاستحاله التدخل بين بعدين مقارنين. هذا الذي يستحيل ان تكون يكون الحاوي آآ آآ اذا استقر في المحوي ياتي الاتحاد، والثاني لا يستحيل عليه مداخله بعد مادي. بل يداخله ويطابقه ويتحد به وهو محل الجسم المداخل ببعده له فلا امتناع في هذه المداخلة والاتحاد لأن هذا البعد خالي على المادة أماكن فارغة نعم إذا كنا في الحديدة هنا كذا تصورنا مكانا خاليا والحديدة عندها مكانها الخاصة يلزم, يلزم الاتحاد والاتحاد محال إذا المسألة كيف نصورها صورها ان الحديده ليست منفصله عن مكانها، المكان نحو وجودها، يعني هي التي تمكنت وصنعت المكان. نعم، فالمكان نحو وجودها ما عندنا مكان ثم هي حلت فيه ثم اتحد المك... اتحد المكان هذا غير صحيح لماذا؟ لأن لو اتحدت مع المكان إذا بقيت متحدة معه وهذا المستحيل إذا يجب أن تكون الحديدة موجودة وفراغها موجود كذلك الفراغ موجود حديدة وفراغ يعني حديدة متمكنة وليست متمكنة وهذا مستحيل غير معقول أما الأماكن التي تقع بين الأجسام هذه موجودة فتأتي الحديدة وتستقر هذا التفكيك جدا جميل الا انه غامض مع الاسف الشديد قال ولو كان المكان سطحا لتضادت الاحكام يعني اذا بنينا على مبنى ارسطو وابن سينا نقع في مشكله وهي تضاد الاحكام خليني ابين مبنى ارسطو حتى تفهم ان اشكال المحقق التونسي لا يرد على ابن سينا ولا على ارسطو وان كان الاشكال ظريفا دقيقا أرسطو إذا قال إذا خط مثلا سمكة في الماء سمكة في الماء ما هو هذا المكان؟ يقول عندنا الماء وعندنا السمكة الماء أين ينتهي في سطح السمكة؟ السمكة أين تنتهي في سطح الماء؟ لأن الماء نازل إلى السمكة يتوقف بمجرد أن يلمس سطح السمكة يتوقف السمكة كذلك ترتفع في حجمها توصل إلى الماء ينتهي حجمها يعني تمس الماء هذا نقطة التماس نقطة التماس أنت خليها تتحرك بجميع نقاط سطح السمكة هذا هو المكان وهنا نسأل هل هذا المكان حقيقة مستقلة أم لا عبارة عن بعد قياسي يعني مفهوم قياسي مفهوم قياسي يعني انتزاعي ليس له حقيقة بعد انتزاعي وفهم دقيق جدا للمكان المكان يعني أنت إذا أخذت سمكة حمراء اللون المناسب للأحمر هو الأخضر الأسود يناسبه الأبيض إذا السواد تحرك نحو الأخضر ظاهرا والبياض تحرك نحو الأحمر تأتي المناسبات ثم هذا البعد التشكيكي كلما نزلنا كلما تلابس تناسبت الألوان البياض لا يتناسب مع الحمرة ذاك التناسب الكبير يتناسب ولكن إلى بعد السواد يتناسب مع البياض الأحمر يتناسب مع الأخضر خذ مثلا أنت قلم أخضر لأن السمكة حمراء ثم انت تبع بهذا الخط الاخضر سطح السمكة ارسم 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 بين الماء والسمكة ترسم هذا الشكل انزع الماء وانزع السمكة يبقى ذاك ذلك الشكل الذي رسمته بالقلم الاخضر هذا هو المكان عند ارسطو فإذا جاءت السمكة وملأت هذا الفراغ السطحي الذي رسمته انت تستقر فيكون عندها مكان إذا لم تستقر في هذا البعد الخالي ليس لها مكان هذا هو المكان لكن المكان ليس بما هو فارغ في فراغ مكان بما هو مملوء بسمكة أو أمر آخر المحقق المحقق الطوسي ينفي هذا المبنى يقول صور هذه السمكة في الماء أو طائر في في الهواء الهواء يتحرك والطائر متوقف فرضا وقفناه والهواء يتحرك طبيعة الهواء متحركة إذا كلما تحرك أحدث تماس مع الطير الطير مستقر حجمه مستقر والريح متحرك إذا كم نستطيع أن نرسم من من هذه هذا الرسم بالقلم ألف لانه كلما تحرك الريح اوجد تماسا مع الطائر، ونفس الشيء في السمكة في الماء، في الماء متوقفة والماء طبيعته سيئة المتحرك. كم نرسم من فراغات بالقلم؟ آلاف. اذا المكان هذا المبنى غير صحيح لان نقع في التضاد يعني المكان وليس مكان، مكان لأنه الريح مس الطائر ليس مكان لأنه سيار تركه راح هذا هو التضاد يعني يأتي تماس بعد تماس بعد تماس ثم يذهب إذا ذهب ينتفي المكان إذا جاء هواء آخر تمكنت. تمكن الطائر ذهب الهواء انتفى التمكن تضاد ونفس الشيء بالنسبة للسمكة سمكة مستقرة والماسية إذا كم من أمكنة مليار أمكنة يعني مكان وليس بمكان فنقع في التضاد أقول لما بين حقيقة المكان شرع في إبطال مذهب المخالفين القائلين يعني المخالفين لمبنى بأن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي نعم المماس للسطح الظاهر من المحوي نعم يعني عندنا الحاوي والمحوي الحاوي هو الماء والمحوي هو السمكة. روح انت إلى نقطة التماس ثم هذه النقطة التماس بين الماء والسمكة نعم حركها بحجم السمكة، ارفع الماء ارفع السمكة يأتيك المكان. والتحليل نفسه يصدق على الطائر في في الهواء. نعم عندنا حاوي هو الهواء وفي مثال الطائر. والماء في مثال السمكة وعندنا المحوي الطائر في مثال الهواء والسمكة في مثال الماء وتقرير البطلان أن المكان لو كان هو السطح السطح يعني ذاك الذي نرسمه لتضادت الأحكام الثابتة ثابتة غير متغيرة للجسم الجسم أحكامه ثابتة لأنه ثابت الهوية للجسم الواحد فإن الحجر الواقف في الماء أو الطائر إيه. والطير الواقف في الهواء أو السمكة في الماء يفارقان سطحا بعد سطح مع كونهما ساكنين لماذا لأن الحجر في الماء أو السمك في الماء هو الطير في الهواء الهواء طبيعته سيال يتحرك والماء طبيعته سيال متحرك مع أن السمكة وقال الحجر أنا أقول سمكة لو مع أن السمكة متوقفة والطائر متوقف ولو كان المكان هو السطح لكان متحركين لأن هذه السطوح تتحرك يعني تتعدد لأن يعني الهواء يأتي ويشكلنا ذلك السطح الذي رسمناه بالقلم ثم يذهب يأتي تأتي قطعة من الهواء تعطينا شكلا جديدا وهكذا وكذلك في الماء ولو كان المكان هو السطح كما يقول أرسطو لكان متحركين نعم لأن الحركة هي مفارقة الجسم لمكان إلى مكان آخر ولكانت الشمس كمثال آخر المتحركة الملازمة لسطحها ساكنة نعم لماذا؟ لأن المكان هو التماس تماس الهواء للشمس هذا البعد الذي يتم فيه التماس ينتمي إلى الهواء من جهة وينتمي إلى الشمس من جهة كما ينتمي إلى السمكة من جهة وينتمي إلى الماء من جهة فيلزم سكون المتحرك وحركة الساكن يعني سكون المتحرك الهواء لأن السمكة ساكنة، الطائر ساكن، وحركة الساكن لأن الهواء يتحرك يلزم الطائر يتحرك والسمكة الساكنة يلزمها تتحرك، فهذا اجتماع ضدين، ضد وذلك تضاد في الأحكام وهو محال. نعم، أنا في تصوري هنا خلط بين المكان النوعي والمكان الشخصي. فالهواء المتنقل يعطي يتحرك في هواء نوعي. وليس في هواء شخصي الهواء الشخصي ملك الطائر والمكان الشخصي للسمكه ملك السمكه خليه يتغير الهواء النوعي كلما جاءت قطعه من الهواء او من الماء فتتشخص بتشخص السمكه فلا نقع في التضاد خلط بين المكان النوعي والمكان الشخصي من المحقق الطوسي مع الاسف الشديد قال ولا يعم المكان أقول هذا وجه ثان دال على بطن القول بالسطح على مبنى أرسطو وتقريره أن العقلاء حكموا العقلاء يعني 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 به المحققين حكموا باحتياج كل جسم إلى مكان نعم ما عندنا جسم بدون تحيز التحيز المكان ذاتي لهذه هذه الأجسام لكن فقط نخرج إلى حاشية وأعود إذا خلق الله تعالى الأجسام خلق شجرة خلق حديدا خلق نحاسا كيف تكون العملية؟ يعني على مبنى الفلاسفة المشاء يعني الله تعالى جعل فراغا حاويا خاليا من الأجسام ثم أودع هذا الخلاء أودع فيه الأجسام فكلما خلق جسم كالحديد والنحاس والماء وجد حيزه ينتظر فاستقر فيه ونسأل هذا الهواء وهذا الفراغ الخلاء إذا غير مخلوق قديم هنا كارثة المبنى الصحيح هو هذا إذا خلق الله الحديد حين الخلق يتعين بمكان هو الذي يعين المكان. فالمكان ذاتي له لا يحتاج الى جعل لا سابق ولا لاحق، هذا هو المبنى الصحيح. ان العقلاء حكموا باحتياج كل جسم الى مكان. الاحتياج بهذا المعنى الذي بيناه، يعني بمجرد ان يخلق الله تعالى تعين بمكان. ما في مكان سابق ثم استقر فيه. نعم. ولو كان المكان عبارة عن السطح الحاوي كما قال أرسطو لزم أحد الأمرين وهو إما عدم تناهي الأجسام حتى يكون كل جسم محاط بغيره أو حصول جسم لا في مكان بأن يكون محيطا بجميع الأجسام والقسمان باطنان فالمقدم مثله بوست هذه المسألة يحتاج إلى وقت أكثر وانتهى الوقت مع الأسف بقي دقيقة أو دقيقتان لا تكفي تكفيان واللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد